بالخير مسيناكم وبالورد رشيناكم وعلى قناة الشروق وعلى الفرح جمعناكم وإن شاء الله تفوتوا معنا وقت زوين معنا ومعاكم. دارنا كبيرة مفتوحة البيبان وكل باب يدي لصرايا فيها جنان. الضيف مول الدار عندنا مش من اليوم أم من قديم الزمان، جوزوا قربوا عندنا نورتوا تلمسان. في الجزء الأول من الحلقة المخصصة لعرس مدينة تلمسان من برنامج زوجوني، فريق عملنا اجتمع وارسم خطة عمل. اتعرفنا على عريسنا عيسى وعلى حياته وأحلامه. اسم عيسى شكون؟ عيسى العيدوني. الله يبارك. من جهة خلاف تعرفنا على عروستنا الحلقة اليوم اللي على قد حشمتها على قد طيبة قلبها. كيف مونا من ولاية كيارس، في عمري 23 سنة. التحضيرات بدأت بالعادات والتقاليد تاع مدينة تلمسان. سي سا لي تخاديسيون، سي سا التقاليد تاعنا، مادامك أنت مازالك محافظة على التقاليد، حنايا كإيميسيون تيلي ولا كمواطنين ولا كناس الكل، نحبوا نتعلقوا ديما بالإنسان هذا اللي راهو مازال محافظ على التقاليد، أنك رمز. رمز اللي مازال محافظ على هذه الحوايج كامله. اوكي، هذا هو الهدف تاعنا. احنا ماذا بينا غير ان شاء الله نفرحوكم ونفرحوا هذه العرسان، وهذيك هي فرحه، الفرحه مش تفرحي بسكو، هذه خدمتي انا، هذيك الخدمه ديالي هي تفرحي العروسه. كذا ما داموش هذا كلاصاج درك. وي، راني نعمل كلاصاج تاع الكاربوغزيل، كما اللي قلت لك هاو راني كملته. وباقي لي درو نعمل له غير لافينيسيون، نعمل له لو كلاصاج. هادي شحال تكون نعملو غير سوكر كلاص باش نجم تاكلوش. اي بتيت رمارك، على بالي ما من اللي راهم يشوفوا فينا، على بالي راح يديرها. علاه صغير؟ كملنا من الحلوى وقصدنا محلات مارلين باش نختاروا لا غوب دو مارياج تاع عروستنا. باش انا نقول لهم توجو اجو كريو ا لافونس، كي يكونوا عارفين لا دات تاع العرس تاعكم فوني فير لا ريزرفاسيون باش يبقاو يخلصوا بشويه بشويه. مي حنا اون في بور تو الموند، نعملوا دي لي روب يبداو دو 5000 دينار جوسكا 1500. من بعد اقصدنا فيصل باش نختاروا العود تاع مولانا السلطان. لبسه تاع الملك، لبسه تاج لا باق ديما باش ما يبانش، ما كانش ما عندوش اوصاف تاع الملك، ما كانش اوصاف الملك، شي باب اللي مالك باش باغي يشوف، باغي يخطب، باغي يخطب، ما بينش راسه، وما لازم يبين روحو بلي مالك، ما بينش راسه بلي مالك. كي جا يشوف شاف طراح عجبه، طراح ما شاء الله. ها وجات البنت، بنتو على 10، كي شافها عجباتها طويله وزهره وعينيها زرقين، وهذه ربي كتب المكتوب. كي زوجها قال لهم باغي ندير، كي باغي يدير العرس قال لهم باغي ندير حاجه تبقى في التاريخ. حاجه تسمع، يبقاو جيل على جيل يبقى يورث فيها، يحكي على هذا العرس. هي قال لهم ندير المستشار تاعها، قال لها عندنا العود شباب ابيض، قال لها نركب نديروا العود ونديروا عرس كبير. تحضيراتنا للعرس كانت على قدم وساق، ونجم الكوميديا سليم قالك كان يرافقنا في كل خطوة نمشوها، لأنه كما يقولوا البلاد بناسها، وبما أنه ولد مدينة تلمسان عرفنا على حاجات بزاف فيها. حاجات كثيرة عملناها في اليوم الثاني تاع العرس، صبحنا وبكرنا وما خلينا خضار وما خلينا جزار، وختمناها بالصبيغه تاع الدار ولاشوم براكوشي تاع عريسنا اللي نقولوا له بالصحه والهنا وبالبركه عليك. سيفو قيلونا في اخر يومنا كملت لمتنا بالفرحه اللي جمعتنا وربطنا العريس الحنة اللي نتمناه له حياه جميله وبها ان شاء الله يتهنى. وفي يوم العرس على الصباح بكرنا، لانه اليوم راح يكون يوم كبير تحيه عرسنا، هذا اليوم اللي استناه من زمان، والتحضيرات كما راكم تشوفوا ما زالها ماشيه. ولازم عروستنا تبان في ابهى حله وكي السلطانه في ليله عرسها. من جهه خلاف عريسنا عيسى راهم داير حاله، ولازم يكون سلطان في ليله عرسه اللي تمناها من زمان.
اليوم راهو يوم الخميس والناس جات تهني وتفرح مع عيسى العريس. جاوا الاحباب والاخوان والعموم القريب منهم والبعيد، وعلى وليمة عرسنا تلموا الخير كاين والبنة مضمونة باشهى الاطباق التقليدية الخاصة باعراس مدينة تلمسان. الاحباب جات تهني وعيسى راهو فرحان وسط ناسه واحبابه. تاكل وحدك من ايه؟ لا قول والله. فريق العمل راهو من مكان لمكان، وهاد المرة راهو دخل الكوزينة باش يتوقف على واش خاص واش ما كانش واش طيبونا لنهار اليوم. في ليلة كل عرس لازم يكون الديكور شباب. حنا ديكورنا حبيناه يكون مثل قصر السلاطين في عصر ألف ليلة وليلة. فريق العمل ما قصرش وراهو من الصباح وهو يوجد في الترتيبات اللازمة باش يعدي عرسنا كيما يحب الخاطر وكتر. السلام عليكم، أنا عمر خوجة، جاب لا سونوريزاسيون تاعو راه سخون. سبيكتاكل اليوم عرس مانيفيك. أهبات. قبيل عرسنا بالورد الأحمر زيناها وبالدبلة شبحناها، ياك يقولوا الأحمر يطول في العمر، وإحنا ماذا بينا ربي يطولهم في عمرهم باش نشوفوا ولادهم ونشوفوا ولاد ولادهم. اللي تعب عليها حتى كبرت ولدار رجلها مشات قصدت والحباب معاها وعليها زغرتت. Thank you.
راكم تشوفوا عروستنا راهي مع النقافة اللي راهي دايره بالها عليها من بداية العرس حتى لهذه اللحظة. عروسنا راهو ساير والكل على بالي راهو يسقسي على العريش تاعنا عيسى وين راح. نقول له اي عيسى راه راح الحال وعروستك قريب تلحق لدارها وانت مازالك الدور. اي اي زرب بالخف بالخف ما بقاناش الوقت. خلينا فريق عملنا مع الكورتاج تاع العروسة وكلفنا فريق تاني يرافق العريس ويشوف يدرى وين راه واصل واش راه عامل. عيسى ما لقيناهش وحده، لقيناه وسط حبابه وهلو اللي راهم دايرين بالهم عليه والفرحة باينة على وجوههم. عروسنا وصلت ولقات الناس تستنى فيها بالبوق والبندير والبنات تدور عليها والحباب بها فرحت. هذا من عادات ناس تلمسان انه البنات يشدوا الشده واللباس تلمساني يشدوا به العروسه ويدوروا عليها فرحانين. عقبالكم البنات واللي تسمع تقول امين. Thank you.
مثل الهلال علينا طليتي يا الشابة الزينة بالحرير التكسيتي وبحلاوة حبات التمر في الباب استنيناك وبكاس الحليب منه شربناك وبرجلك اليمنى اللي عند ناسك وحبابك دخلناك. مبروك عليك لا 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 مبروك عليك ما درتي والعريس در جلدتي سلام على رسول الله الله معاك الجهل علي عطونا تولويلة على العروسه تولويلة الله الله عليكم ايه وصلى وسلم عليك رسول الله ولي الله لينا مولاي ولي الله لينا يا سيدي الله على العروسه ايه الصلاه والسلام عليك رسول الله لله يا نبينا لينا مولاي ولله لله يا سيدي اي اعطونا تهلوين على العروسه تهلوين الله الله عليكم يا نبينا لله مولاي ولله لله يا سيدي الله صل على النبي الله الله على قرب الصالحين بارك الله عليكم وصل عني ونسل عني محباب الله لله يا نبينا لله مولاي تولوينا على العروسات تولوينا تبارك الله عليكم ايه وصلى وسلم عليك رسول الله لله يا نبي وهذه عادة جديدة من عادات ناس لمسان انه العروسة تحت الحايك يزينوها والعروسة التلمسانية تلبس الأحمر في ليلة عرسها بالجهر الحر والشدة وهذا اللباس لباس معترف به دوليا. عريسنا عيسى هو تاني مثل السلطان واليوم اللي حلم به واستناه راهو جا. ناس المدينة كاملين معاه زاهيين وفرحانين أصحابه جيرانه جاو باش يباركولو وداروا حالة بالشطيح. أنا واحد من الناس شطحت بصحة ما شافني راني حبيت وش نقولكم هذا العرس تخفني وقيل الحلقة الجاية نديروها. يعد لباس الشدة الخاص بالعروسات اللمسانية الأكثر فخامة ما بين الأزياء التقليدية بالجزائر كونه يتألف من مجموعة كبيرة من مستلزمات اللباس والحلي والقيمته الفنية والجمالية والتاريخية صنفته منظمة اليونسكو ضمن التراث الإنساني المشترك. وكاين حكايات بزاف على التسمية تاعه بالشدة كاين اللي يقول انه الجوهر تاعه والفضة تخليه يلمع من بعيد عليها سموه الشدة ولكن اكدونا بعض الناس انه السبب الحقيقي لهذه التسمية هي انه الخيوط تاعه والمجوهرة تاعه مشدودة مليح ومتماسكة مع بعضها بقوة وشدة عليها سموه الشدة ولكن جداتي وش قالت لي ناس زمان قالوا اساس هذه التسمية بالشدة هو الصبر ديال العروسة ليلة عرسها وتحملها لهذا اللباس اللي يوزن اكثر من 15 كيلو يعني والله يعطيك الصبر يا مونة يعني درك باش تشوفوا يعني شحال العرايس التلمسانيات يعانيوا لانه
الثقل تاع هذا اللباس، وايضا الثقل يعني والمسؤوليه الكبيره باش نبقاو نحافظوا على هذا الموروث الثقافي تاع بلادنا. جات الحاجه اللي كنت نستنى فيها، لا بيس مونتي والكادو. تحضيراتنا ما زالت متواصله وكل شيء باش يكون في وقته، ومن الكوزينه ماناش خارجين. الحمد لله لا بيس مونتي تاعنا راها واجده. كورتاج عرسانة راهو وصل، ومسعود تاني راهو وصل بسرجول مذهب بالخيوط من سوج، العود اللي ركبوا عليه الجدود، واليوم يركب عليه عيسى ويضرب من فوق البارود. جاي على عودو لابس برنوس، هذا البرنوس المنسوج بالصوف، عادة من عادات الجدود وبلادنا الغالية. البرنوس اللي يرمز للرجولة والفحولة والرزانة، اليوم لبسوا عريسنا عيسى بالبركة والصحالة. الليلة اللي من زمان وانت تستناها راهي جات، كملت مع البنت اللي قلبك يتمناها وخيرتها ما بين البنات. الله يدوم الفرحة عليها وعليكم زغرتوا يا البنات. هذا العرس سافر بينا عبر الزمان، العصر هو ألف ليلة وليلة، والمكان هو مدينة تلمسان. في سيفة حب أصل بكري باقي نوارة جلا على النوارة، نوارة جلا على النوارة تشوم ولمسك مع بالبنسك البيض علينا طليتي، ويدك بيده وتقولي له من اليوم انت مولا بيتي، هو يقول لك على السلامة جيتي يا للا العروسة، معايا رح يتحقق كل ما حلمتي وواش نويتي. بسم الله بدينا وعلى نبينا صلينا ومبروك بني السلطان. عادة مدينة تلمسان مازالها متواصلة، وعرسهم كأنه مهرجان حاجة ورا حاجة، يعني وكيما شفنا النقافة درك رانا مع العمارية، العمارية اللي تهز العريس والعروسة فوق الكتاف مثل الملوك، ومن الفوق العالي يحيوا المعاريد والحباب. وفرحي يا امي وليدا وعريس الليل والصلاة والسلام وعلى النبي المختار سيدنا محمد وربحي وراس مالي ولله لله علاك العالي والعروسة
وشمالي والعزيز عند امي يمسو كما عليه واعطوا ناس والويل يا لبنى اي اعطونا تصفيقة حرة على مولاي السلطان ولا للعروسة تبارك الله عليكم زيدونا تلوي على مولاي السلطان عيسى ولا للعروسة وكل شيء بالبركة عليهم العقوبة اللي مازال ان شاء الله ألا لا الشيء لا دار نبي ألا لا الشيء لا دار نبي ولا لا الشيء لا دار نبي ولا لا مولاي عبد الله شريف اللهم صل على النبي الله الله عليكم يا لا لا الشيء لا دار نبي ولا لا الشيء لا دار نبي ولا لا الشيء لا دار نبي ولا لا مولاي عبد الله شريف اللهم صل على النبي الله الله على مولاي السلطان ولا العروسة عطونا الاولى ولا عليهم الاولى ولا يا لا لا ولا صور قبر النبي ولا لا مولاي محمد شريف ولا لا ونصور قبر النبي ولا لا مولاي محمد شريف ولا وه ولا وه ولا وه يا لا لا الشيء لا دار نبي ولا لا الشيء لا دار نبي ولا لا الشيء لا دار نبي ولا لا مولاي عبد الله شريف اللهم صل على النبي ايه والعلاوي دار قفة خضراء لا 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 وعيط الشلة سيد عمار ناري ناري العلاوي دار قفة خضراء لا 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 وعيط الشلة سيد عمار العلاوي دار قفة خضراء لا 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 وعيد الشلة سيد عمار اي اعطونا تصفيق على مولاي السلطان شروط شروط العلاوي دار قفة خضراء لا 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 وعيد الشلة سيد عمار اعطونا تلويلة على عيسى والعروسة تلويلة ايه لا لا وعيد الشلة سيد عمار نهدي سلفي من راسي يا ونهدي سلفي من راسي نهدي سلفي من راسي يا ونهدي سلفي من راسي نهدي سلفي من راسي ونهدي الخلالة والمنان على وليدي يا هايلي ومالي يا هايلي ومالي يا هاي والله الله ونبي يا رسول الله اللواه ولا واه ناري ناري مولاي السلطان ولا العروسة عطونا الاولول على ليماني مولاي السلطان لالا العروسة هلا واه ولا واه ولا واه سير واشي سير واشي هيا قاعد تغنوا معايا تورمون 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 سير واشي سير واشي ومولاي السلطان سيرواشي لالا العروسة سيرواشي كل شي بالبركة سيرواشي العريس والعروسة سيرواشي خمسة وخموس سيرواشي وربي يكمل سيرواشي عطونا الاولى والسيرواشي انا وسيرياها
العب ياه ايوه ونر ياه وصر ياه والعب ياه ونر ياه وصر ياه والعب ياه ونر ياه وصر ياه ونر ياه ولد عمي ولد عمي اي طول مون طول مون قاعد تغنوا معايا قاعد ولد عمي ولد عمي اوروني ولد عمي خويا عيسى ولد عمي وابوني سلطان ولد عمي لا لا العروسة بنت عمي شيب البركة بنت عمي ربي يكمل في الخير بنت عمي وناري ناري بنت عمي انا وسير ياها العب ياها ايوه ونار ياها وصير ياها والعب ياها ونار ياها وصير ياها والعب ياها ونار ياها ويو يو 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 الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا 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 الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله عطونا تصفيقه عطونا تصفيقه شباب زورهم كان معايا كان معايا عطونا تولوي لا شاب على عيسى والعروسة تبارك الله عليكم الله يا ربي الله والعروسة وعروسنا مولاي السلطان اخويا عيسى صلى في العروسة اخويا عيسى صلى في العروسة الله يكمل في الخير وكل شيء مبروك اخويا عيسى لا لا العروسة راها نوارة لا لا العروسة في حماية الله اللي يبغي العروسة سي عيسى يعلي لنا يديه تروض علوا يديكم الله يجازيكم قاعد تشاركوا كل شيء علوا يديكم الله يجازيكم علوا يديكم على لي ماري في جهلي ماري عطونا الاول العريس والعروسة على عيسى خويا ولالا العروسة ايه يا ونبي ايه يا ونبي ونبي ايه يا ونبي ايه يا ونبي ايه يا ونبي ايه يا ونبي ونبي ايه يا ونبي ايه يا ونبي ايه يا ونبي ايه يا ونبي بعد ما شفنا هذا العرض على بالي بلي كل حد يكون عرسه مثل هذا واكثر. انا واحد من الناس انني نخمم كما قلت لكم الحلقه الجايه نكونوا ولا الحلقه الجايه نديروها ويكون عرسي. ما شاء الله راني فرحان لاننا قدرنا نفرحوا عيسى ومونة ونديروا لهم عرس كما حب خاطرهم اكثر. قاعدة عايشانة هي والراجل زوجة البنت الصغيرة
ودات الوسطانيه والكبيره. دروك الدرهم اللي عندها بغات تدير كادو لواحد في راشد بناتها، بصح بغات دير لهم تيست باش تعرف شكون اللي يبغيها. عودوا للبحر الرشكون، هذيك الشيبانيه في عمرها 80 دخلت تعوم، لعبتها غرقت باش تشوف شكون اللي يسلكها. جا لي داي البنت الصغيره باينه باللي حدايدي وانوش، قال لها بالحرام يا نسيبتي ما نسمح فيك، ضرب بلونج هكذا وسلكها خرجها للشط. قالت له انت هو نسيبي العزيز، ها هو المفتاح تاع كليو كومبيس لوطو. بقى هذاك اللي داي البنت الوسطانيه سمانه من بعد، قال لها الحاجه مبحرو، قالت له مبحرو ولدي عودوا للبحر، لعبتها غرقت سلكها. قالت له تان تان سيبي عزيز وحلالي، ها هو المفتاح تاع كليو كومبيس. شباقي اللي داي الكبيره، اللي داي الكبيره من بعد قالها الحاجه مبحرو، قالت لها ولدي سيبطوم الحق عليه البرد. قالها ودي غير شوفي كي ديري، عودوا للبحر. راني نقول لك ذاك البحر الموجه ضربه 6 متر في السماء. قالها ادخلي الحاجه. هاودي قالت لها ولدي واش ندخل نموت؟ قالها اللي عندها الدراهم يموت. ادخلي. حصوني السيف عليها دخلت وغرقت، وغرقت على الصح. اضرب بلونج راني نقول لك هكذا جاي يسلكها قبضتها رجله منها. قالها طلقيني يا جد والديك راكي تقتليني وانا مازالني صغير. حصوني كي جاي يخرجها جا راجل ديك المراه. قال لها غير خليها تموت وهي مرسودس. انا علوية القطة خضراء لالا، عروسنا ما زالت تتصدر والنقافة دايرة بالها عليها، وهذه المرة راها لبستها الخضر اللي ضواها وخرج عليها. وكما تشوفوا كل طبوع الموسيقية يعني راها حاضرة موجودة في هذا العرس، لأنه مهرجان ثقافي متنوع. يا مولانا او هادي عروسة جاية وشالية يا لالا، هادي عروسة جاية وشالية يا لالا، هادي عروسة جاية وشالية. حنتنا هذه المرة بليناها بالزهر، وحنينا يدينا عرسان عيسى ومونة، ونتمنى لهم طولة العمر. لالا وليك جابوا الهدية العروسة يا تمر مجهول. سبحان الله 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 ياك يقولوا كي تشبع الكرش تقول الراس غني. عرساننا يعني راهم دايرين حاله، وكما قلت لكم مقبيل الطبوع الموسيقيه المتنوعه راهي موجوده معانا، والمعاريد والحباب راهم زاهيين في عرس الغاليين. شفت حبيبتي تبكي، يا نبت محروني يا نبت محروني ويا واه واه يبا الشيخ فوالا ليكيبوس تاعك يحيى ليكيبوس البرجان يا ليكيبوس البرجان الشيخ عثمان Thank you.
سيدنا محمد. وطلت علينا للعروسة من جديد في آخر تصديرها ليها، حبت تكون النقافة قفطان مدان بالبيض والورد الأحمر، والتاج فوق الراس مرصع بالجوهر. القفطان الجزائري طلع علينا كل مرة بشكل جديد، أي واكب الموضة، ولكن يبقى يحافظ على اللمسة التقليدية دياله. وتبقى وأنتم يا البنات اللي لازم تحافظوا على هذه العادات والتقاليد تاعنا العريقة في كل مكان. ولحقنا الاخر حاجه في عرسنا نهار اليوم، واختمناها بالحلوه للناس الحلوه اللي طارترهم بزاف وليقوا وكل راهم متواجدين. يلا سيدي خير واختار والبنه راها مضمونه. والاخوات محاضرين من الذهب الغالي اللي ما يحول ما يزول، مثل محبتكم لبعضكم اللي نتمناوها على مر الزمان الطول. اوف هذا العرس كان طويل 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 بزاف، اتعبنا بزاف لدرجة كبيرة ما قدش نوصفها لكم، ولكن لما نشوفوا هذه الفرحة في عيون الناس يعني ننسوا هذاك التعب، ننسوا كل شيء، لانه يعني قدرنا بعون الله وبعون الرجال اننا نكون اسرة جديدة في الحلال. يلا انتوما واش عجبكم روحكم اللي راكم قاعدين؟ يلا اتصلوا بينا وتواصلوا بينا ونقولوا لكم اذا حابين عرسكم يكون كما هذا ما عليكم غير تحطوا ثقه فينا، وحنا نقولوا لكم مع برنامج زوجوني عرسكم علينا.